مساء الخير عليك الزميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك طبعا في البدايه، وتحياتنا ايضا كمان لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. تحياتي ليك، وعايز اطمن منك على اخبار الفريق والاستعداد لمباراه فاركو. في غيابات عديده، لكن الجهاز الفني استعان بمحمد اشرف، وكمان موجود بيرسي تاو ولويس ميكيسوني، ومحمد عبد المنعم بيرجع من جديد، ومحمد فخري كمان النهارده موجود في القائمه. يعني محمد، طبعا ظروف مستحيلة وصعبة جدا على الجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي في ظل مرحلة دقيقة جدا بتمر على بطولة الدوري العام، وعلى تحديدا لاعبي النادي الأهلي. الغيابات كثيرة جدا وفي أماكن حساسة بشكل كبير جدا النهاردة محمد. يعني التحضير للمباراة كان فيه صعوبة كبيرة بجانب الصعوبة المعتادة في خلال الفترة اللي فاتت. احنا عارفين طبعا ضيق الوقت الكبير جدا، ريكفري ثم تدريب واحد، راجل بيحاول على قد ما يقدر الجهاز الفني بالكامل ان هو يعمل حاجات بسيطة جدا، فيها بعض تصحيح الأخطاء فيها ايضا كمان بعض الجمل اللي بيحاول ان هو يطبقها، لكن بمجهود قليل، لان الحمل البدني خلاص. يعني اللعيبه انت عارف كل مباراه يا محمد، وانت عارف هذا الامر، بتخسر 2 و3 لعيبه المباراه بتنزلها. النهارده على سبيل المثال انت عندك صعوبه جدا في الاطراف، عندك صعوبه جدا في منتصف الملعب، بيغيب السوليه، بيغيب حمدي فتحي، حتى احمد نبيل كوكا اللي كنت بتستعين بيه في بعض التوقيتات في منتصف الملعب غايب. الاطراف عندك عبد القادر، حسين الشحات، طاهر، عدد كبير جدا من اللعيبه، كريم فؤاد، يمكن محمد فتحي، 3 انذارات حصلوا على 3، امر صعب جدا الحقيقه على الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي. لكن ثقتنا كالعادة موجودة بشكل كبير جدا، رهاننا المعتاد على الجمهور كبير جدا، المساند والدعم اللي بيدي دفعة كبيرة وبوش كبير جدا للعيبة النادي الأهلي. كل الظروف اللي احنا فيها دي بنتمنى لعيبتنا تقلبها دوافع بشكل كبير. الرغبة موجودة يا محمد والإصرار موجود، لكن في مجهود كبير جدا على لعيبة النادي الأهلي. بنطالب في كل مرة طبعا أداء ونتيجة، لكن لابد ان احنا نلتمس العذر للجميع، لأن الظروف اللي بتمر بيها القطاع كرة القدم بالنادي الأهلي وتحديدا الفريق الأول أمر صعب جدا، بيتطلب المساندة من الجميع والتكاتف من الجميع وتحديدا جمهور النادي الأهلي. تكسب تخسر ده امر بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لكن انت لابد ان انت تساند بشكل كبير جدا. لعيبه النادي الاهلي تبذل كل ما تستطيع من قوه، التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى انت بتنتظره في خلال ال 90 دقيقه. الامور التحكيميه صعوبه بالغه بشكل كبير جدا، بنتمنى النهارده من طاقم التحكيم بالكامل، وزي ما انت اكدت على هذا الامر محمد، ركز زي ما بنطلب التركيز من اللعيبه، لا الحكام تركز بشكل كبير جدا، كابتن محمود عاشور يركز بشكل كبير جدا، كل الكرات اللي فيها شكوك ترجع وتشوف تبص عليها مره واثنين وثلاثه، تاخد وقتك بشكل كبير جدا. ده الامر اللي احنا بنطالب بيه، لكن على المستوى التحضيري في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه القائمه قدر الحمد لله يمكن المستر ريكاردو ان هو يضم اللعيبه المتواجده طبعا في قائمه فريق النادي الاهلي اللي متواجده تحديدا في فندق الاقامه. هنشوف ال11 اللي هيشاركوا في هذه المباراه ازاي مستر ريكاردو يقدر يوظف بعض من اللاعبين كمان البدلاء. انت بتحاول يا محمد يكون عندك اي بديل يصنع معاك الفارق، امر صعب جدا النهارده في هذه المباراه، لكن رهاننا في كل مره هنتكلم عن هذا الامر شخصيه اللاعبين والروح والاصرار والجمهور اللي بنراهن عليه في كل مره، واللي بيراهن على جمهور النادي الاهلي عمره بيخسر يا محمد. طب القائمة يا كريم قدامي حوالي 21 لاعب، أعتقد كده خلاص، يعني هو حارس واحد اللي هيطلع بره السكور، وال20 هيكونوا في القائمة، 11 أساسي و9 على دكة البدلاء، يعني مفيش لعيبة ممكن النهاردة تخرج بره القائمة، دي المجموعة اللي هتكون النهاردة تحت رؤية ووجهة نظر ريكاردو سواريش بإذن الله. بالتاكيد يا محمد، عشان كده بقول لك الصعوبه بالغه جدا. يعني انت مختار طبعا عدد من اللاعبين متاحين، وفي نفس الوقت هيكون واحد من القائمه خارج طبعا القائمه زي ما المعتاد طبعا كنت عارف يا محمد، لكن الظروف هي البدلاء، دكه البدلاء، اللعيبه اي حد يشتكي من اي حاجه انت تبدا تستعين من حد خارج الدكه وتوظفه توظيف غير توظيف. فان شاء الله باذن الله كل الظروف الصعبه جدا اللي بتمر على فريق النادي الاهلي تكون دوافع كبيره النهارده في المباراه. ان شاء الله باذن الله 3 نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي دوره كبير جدا، مش النهارده، دوره كبير جدا المرحله القادمه كلها، لكن بنشوف في الاستاد محمد الحقيقه المسانده والهتاف للعيبه وتشجيعهم ومؤازرتهم، وده الدور الكبير اللي مطلوب من جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله نعدي من المرحله الكبيره والضغط الكبير والرهيب جدا على فريق النادي الاهلي بدون اصابات. بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي والحصول على 3 نقاط، ويا رب ان شاء الله ما حدش يطلع مصاب من لعيبه النادي الاهلي ويستكمل مشوار النادي الاهلي بطوله الدوري العام. محمد، موعد المحاضره يا كريم امتى، وان شاء الله التحرك هيكون الساعه كام؟ طبعا يعني المحاضرة الفنية الأخيرة هتكون 6:30 طبعا هنا في فندق الإقامة، ومباشرة 7 مساء يتوجه فريق النادي الأهلي إلى استاد الأهلي والسلام. المحاضرة محمد يعني بتكون أقل من نصف ساعة، التحضيرات طبعا كلها خلاص كلها يمكن انتهت، الراجل بيأكد بس على بعض الأمور وعلى التشكيل أو على الواجبات والمهام طبعا لكل اللاعبين، لكن إن شاء الله محمد بإذن الله النهاردة نشوف إصرار اللعيبة في الملعب، ويا رب إن شاء الله بإذن الله لعيبة النادي الأهلي تستعيد ثقة الجمهور الكبيرة كالمعتاد إن شاء الله، زي ما لعيبة النادي الأهلي فرحتهم قبل كده. جمهور النادي الأهلي منتظر إن شاء الله إن احنا نعود لسلسلة الانتصارات بعيدا عن الأداء. اكسب، قاتل، ابذل اللي عليك، وان شاء الله توفيق ربنا يكون معك باذن الله. الزميل العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي من مقر اقامه الفريق، بشكرك بالتاكيد على كل هذه المعلومات والايضاحات.